مصاب، فالموضوع لازم كنا نشوف ونستقبل مكالمة مع كابتن ياسر صلاح عشان يحكي لنا 6 إصابات، هل هو مشكلة فنية ولا هي مشكلة ايه بالظبط. كابتن ياسر صلاح المدير الفني لفريق كرة اليد السيدات، مساء الخير. النور يا كابتن خالد، منورنا على شاشة الأهلي. ويعني بنقرا خبر لقينا 6 إصابات عندك داخل الفريق وانت داخل في اول السيزون، الموضوع شكله ايه يا كابتن ياسر؟ طمنا على الـ6 لاعبات. والله يا كابتن خالد الاصابات ديت طبعا انت عارف من السنه اللي فاتت احنا كنا مخلصين الدوري، كانت نصر كانت عامله عمليه في صباعها وكملت الدوري ورجعت تاني اتخبطت فيه اثناء مباراه، وعملنا العمليه وربنا يسهل ان شاء الله، هي قدامها حوالي شهر او شهر ونص وتنزل الملعب معانا باذن الله. اكيد يا رشا حتى نفس القصه برضو، جالها رباط صليبي في ماتش سبورتنج السنه اللي فاتت، برضو ان شاء الله تبقى موجوده في خلال شهرين بكتير باذن الله في الملعب. وعندي طبعا كان ساره حسام في برضو نفس القصه، كان عندها صليبي من السنه اللي فاتت وهترجع برضو في خلال شهر باذن الله. عندي بقى ساره الخولي كنا مستنيين شويه السنه اللي فاتت، كان عندها نتش في الرباط الخارجي تمام، والحمد لله قدامها حوالي 15 يوم وتبقى موجوده معانا في الملعب. ساره حسام برضو زي ما قلنا قدامها حوالي 15 يوم. ياسمين عبد الرحيم من الاصالك. ياسمين عبد الرحيم ومنا خالد. لا اصل منا خالد في ماتش الشمس اللي فات ده بس جالها السمانه تمام، بس باذن الله في خلال 10 ايام بالظبط، يعني بفضل الله حوالي 4 أيام أو 5 أيام وتنزل الملعب. ياسمين عبد الرحيم برضو في ماتش الشمس الخلفيه وان شاء الله قدامها 3 4 أيام وتنزل الملعب. طبعا هو اصابات كتير بس الحمد لله احنا بنات النادي كتير كلها ما شاء الله قاعده كبيره، وانا الحمد لله انت عارف ان انا ما بعتمدش على لعيبه بعينها. انا عندي فرقه 2000 وعندي 2002، فكل دول كنت انا مجهز لاي طوارئ من الكلام دوت، والحمد لله سدينا وعدينا الدور الاولاني من منطقه القاهره مركز اول. الحمد لله. اكيد خبرات اللاعبات دول يا كابتن ياسر، يعني 6 من خبرات الفريق يعني حاجه كبيره جدا. الناشئات معوضين الفارق ده فارق الخبرات ولا يعني قادرين يواجهوا بس الماتشات الموجوده؟ هما بنتكلم بامانه احنا بنواجه بس الماتشات الموجوده. وباذن الله انت عارف ان الدوري السنه دي دوري قوي. بعد رجوع برضو فرق دعمت كتير زي فرقه الزمالك، فرقه الشمس، فرقه سبورتنج، كل الناس دي جزيره، كل دي الناس دي دعمت فرق ناس من بره واحنا مدعمين باولادنا الصغيرين. اكيد وجود 16 فريق في الدوري، اكيد الدوري ده دوري قوي جدا، تدعيمات الفرق، شايف من وجهه نظرك مين الفرق المنافسه يا كابتن ياسر السنه دي لفريق النادي الاهلي، مع ان ما شاء الله 4 بطولات السنه اللي فاتت، اللهم لا حسد، باذن الله نتمناهم برضو السنه دي 4 بطولات، شايف المنافسه مع مين؟ باذنك يا رب. انا شايف ان الدوري السنه دي شمس فرقه كويسه محترمه، سبورتنج، وسموحه، جزيره، رجوع الزمالك عمل مفاجأة في أول الدوري إن هو كسب فرقة زي فرقة الشمس مش سهلة، ده هيدي شكل للدوري شكل تاني خالص. لا الدوري السنة دي فيه حوالي 7 فرق هيبقى هينافسوا بإذن الله، 7 فرق هينافسوا، شايف شكل المنافسة إن 7 فرق هينافسوا، هل ده رأيك بصراحة يفرز عن وجود منتخب سيدات قوي لمنتخب مصر؟ أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى وناخد الخطوة دي، الخطوة دي مهمة جدا. الناس لازم تستغل الدوري السنة دي، الاتحاد لازم يستغل الكلام دوت، إن فرق بترجع تاني، يعني معناها ان دوري الدرجه الاولى للبنات بقى ليه شكل، ناس بدات تهتم، بدات تدعم، بدات تشتري،
انا شايف ان لا لازم الخطوه دي تتاخد وهتدي دعم اكتر. وزي ما احنا قلنا وقلت كتير في الكلام دوت ان افريقيا كلها عارفين انها طبعا بنيان قوي، فرق قويه اعتمدت على الكبار بتوعهم. والكبار بتوعهم دلوقتي خلاص تقريبا يمكن ثلاث ارباعهم بطل. اعتقد ان خطوه كويسه لازم تتاخد فورا ان احنا نعمل منتخب كبير ويبقى لينا ارضيه كويسه. تمام يا كابتن ياسر، سؤال اخير عن وجود محترفين في الدوري المحترفين لكره اليد الرجال، رايك دخول محترفات في دوري كره اليد سيدات هيضيف لي ولا بناتنا قادرين او سيداتنا قادرين ان هم يكملوا بالشكل ده؟ بص يا كابتن خالد، هو طبعا بناتنا قادرين وكل حاجه، بس احترم الناس اللي محترفه من بره هتضيف قوه الدوري اكتر. بس يعني انا عايز الاتحاد ان هو يراعي التكاليف بتاعه البنات تبقى اقل شويه من الرجال. انت عارف انت المحترفين بتدفع عليهم فلوس فعشان الدوري ويوقف فعلا الدوري قوي لازم يقلل التكاليف شويه عشان تقدر الناس تجيب. يا رب باذن الله كابتن ياسر، نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك ان شاء الله باذن الله كل جماهير النادي الاهلي يعني حاطين او شايفين ان فريق كره اليد السيدات دايما بيفرحهم، يا رب باذن الله تفرحونا في اخر السيزون. ونشكر كابتن ياسر صلاح المدير الفني لكره اليد السيدات في النادي الاهلي اللي هو